All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نسوي جولة استكشافية رمضانية حول عالم Red Dead Redemption 2، فيلا نخش في المقطع. اولا، في اثناء تجوالي في عالم Red Dead Redemption وتحديدا في مدينة الفالنتاين، خشيت للجنرال ستور، وعلى طول لما خشيت حصلت قدامي شيء يخص آرثر مورغان. لما ركزت أكثر وأكثر وأكثر طلعت قبعة آرثر مورغان المشهورة زي ما تشوفون، بل إنها ما هي قبعة واحدة فقط، بل إنها ثنتين زي ما تشوفون. فليش قبعة آرثر مورغان موجودة في هذا المكان؟ هل آرثر مورغان اشترى القبعة من الجنرال ستور للفالنتاين؟ كانت هي ثلاثة قبعات، آرثر مورغان أخذ واحدة، لذلك نشوف الثنتين باقية. طبعا زي ما تعرفون قبعة آرثر مورغان قبعة نادرة جدا، وما هي من القبعات اللي تنباع في المحلات وغيرها، بل انه على حسب موقع ويكيبيديا ريدد قبعة آرثر مورغان مصنوعة باليد، وهذا يخلينا نستبعد خيار انه آرثر مورغان اشتراها من محل معين. طبعا آرثر مورغان تملكها واخذها قبل فترة طويلة جدا. لما ترجع للمخيم وتحديدا في مكان آرثر مورغان الخاص راح تحصل هذه الصورة، وزي ما تشوفون هي صورة لأبو آرثر مورغان. لاحظوا معايا القبعة. نعم، آرثر مورغان أخذ القبعة من أبوه لايل مورغان. طيب زي ما تعرفون آرثر مورغان ما كان يحب أبوه مرة، بل إنه لما مات أبوه آرثر قال والدي لم يمت بسرعة وعاش طويلا للأسف، يعني كان يبغى يموت بأسرع وقت ممكن. وأيضا في مذكرته تقدر تحصل بعض الكلام اللي قاله آرثر مورغان عن أبوه، وأهمها إنه أبوه رجل قذر وغير شريف. لكن في الأول والأخير يبقى أبوه يعني، ونوعا ما لازم يحترمه ويحبه حتى لو كان سيء. فآرثر مورغان كان يحترم أبوه ويحبه ولو قليل، يعني حتى بعد مرور 25 سنة آرثر مورغان لا زال يحتفظ بصورة أبوه، وأيضا ما زال محتفظ بقبعته الخاصة. طيب نرجع مرة أخرى، ليش القبعة موجودة في المحل؟ طبعا في العديد من التفسيرات، لكن أهمها أولا بعض الأشخاص قالوا إنه أبو آرثر مورغان صنع ثلاث قبعات من نفس هذه القبعة، باع اثنين منها للجنرال ستور عشان كان يحتاج الأموال، وواحدة بقيت معاه وأخذها لنفسه، ولاحقا أخذها آرثر مورغان. لذلك حنا نشوف هذه القبعتين في محل الجنرال ستور، تفسير منطقي نوعا ما. ثانيا بعض الأشخاص فسروا الوضع بشكل مختلف، قبعة آرثر مورغان أيضا تقدر تحصلها في أونلاين Red Dead Redemption في نفس المكان من نفس المحل. قالوا وجود القبعة في هذا المكان في الأونلاين فيه إشارة وتلميح لآرثر مورغان، وإنه راح يظهر في الأونلاين في القريب العاجل، وراح يظهر قريبا قريبا، أيضا تفسير منطقي. طيب نجي للتفسير الأكثر منطقية وصحة، هي إنه قبعة آرثر مورغان تستعمل لأكثر من غرض وأكثر من مكان من قبل روكستار. يعني مثلا تحصل قبعة آرثر مورغان في بيت شخص معين عشان يخلون البيت أكثر واقعية، وإنه البيت مليان وزي كذا. يعني القبعة ما راح تكون حكر لرأس آرثر مورغان فقط، فممكن روكستار استخدمت قبعة آرثر مورغان عشان يخلون الجنرال ستور واقعي، وإنه فيه له بضاعة كثيرة وزي كذا. جو طالع في الجنرال ستور حصلوا فيه علاقة قبعات وفاضية ما فيها أي حاجة، قالوا خلونا نحط قبعة آرثر مورغان فيها، منها نعبي المكان ونخليه واقعي، ومن جهة أخرى يكون إيستر إيج للاعبين. إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا، لأني شرحي نوعا ما بيض في النقطة السابقة. طبعا شفنا هذا الشيء في مقطع سابق مع قبعة جون مورستن، حصلنا قبعة جون مورستن
مورستن في مكان بلاك بيل. طبعا قبعة جون مورستن وضعها نفس قبعة آرثر مورغان. القبعة ليست حكر على رأس الاثنين، ممكن روكستار تستخدمها في تعبية البيت وانها تخليه اكثر واقعية، وانها تستخدمها لسبب اخر وغرض اخر. فهمتوا كيف؟ طيب ننتقل للموضوع اللي بعده. في اثناء تجوالي في مدينة السان دينيس قابلت عيال شياطين وعفاريت ودار حوار بيننا. تعالوا نسمع سويا. Live under the bridge. Yeah. Ew! I can't figure what's worse, me and you are looking at you. Jackass. Oh, your poor mama. Hey, you deaf, mister? Got big mouths, don't you? Bet you wouldn't miss some teeth. Don't move! Let's get those hands up nice and high! Works every time! زي ما شفتوا طلع فخ، والأولاد كان هدفهم إنهم يسرقونا فقط. بمجرد ما خشينا اللفة على طول حصلنا ثلاثة أسلحة في وجهنا، لكن آرثر مورغان أسطورة قدر يتصدى لهم كلهم. Oh, thank you, mister. Here, have this for my gratitude. Please. Keep it. You be careful now. Saint-Denis breeds sickness. Oh, is someone there? Hello? Here you go, friend. Oh, bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. Hello? Someone there? Can you spare anything for a blind man? Thank you for your kindness. Reckon it's time I tried a different spot. You'll have to practice if you want to get away with that parlor trick. Just leave me alone. I'm surprised no one shot you for pulling this stunt. You already took my money, all right? Just leave me alone. Out of the way! Okay, I ain't really blind. Just take it easy. طبعا زي ما شفتوا طلع نصاب وما هو أعمى ولا حاجة، فقط يتظاهر إنه أعمى عشان يكسب تعاطف الناس. صراحة مدينة السان دينيس فيها غرائب كثيرة جدا، يعني بالله كيف جاته فكرة هذا إنه يتظاهر إنه أعمى عشان يعني يكسب فلوس؟ غريب يعني، عفريت هذا. مدينة السان دينيس مدينة الحرامية والخراتيت. خراتيت مفردها خرتيت، اللي يعرف معنى كلمة خرتيت يكتب لنا في خانة التعليقات. Do you want to get arrested for public disturbance? طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن ندمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.